انت بتعرفي امل؟ هجمين على الجديد جمجمة. ولك لا لا، امل 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 حمادي مش امل بري. ايه امل حمادي تبعون عشا شفه انقرض رجال معشفه. هيها هيها، امل ضيفتنا وهلا بدنا نستقبلها حتى نشوف اذا بين هالمرشحين في رجال او انقرض رجال. امل باستديوهات قد حزم، اهلا وسهلا فيكي. الو بليز يا دارليك ما تكون قاسي معاي. ما تعتلي هم، منك ستايل تبعي. كتر خير الله في حدا زمط من بين ايديك منه ستايل تبعك، الحمد لله جمجوم. ليكي امل، شو بتقولي لهالمرشحين اللي عم بيعملوا المستحيل لحتى يستقطبوا الشباب وانه هن يكونوا قراب من العالم، انه هن كول وبيطلعوا ببرامج تلفزيونيه غريبه عجيبه وبيشاركوا بكل المهرجانات ومش فرقانه معهم لا امنون ولا بلوط؟ خلصنا تخنتوها، كونوا ناس طبيعيه، تصرفوا بطريقه تتقبل العقل. طيب امل، خلينا نبلش مع الوزير جبران باسيل. باخر تصريح لقاله قال لمناصري التيار الوطني الحر انه الكم الشرف تقولوا انه نحن اللي عملنا سد جنه وعملنا بورجونيه وعملنا خط غاز، هيك قال لهم. ايه وما رقعوا بالزفت شوية طرقات، هيك قال لهم. فشو بتقولي له امل؟ عادي مثل جورج بوش انت، مين مفكر حالك من لما جيت حكي 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 حكي؟ روقي شوي. طيب تقلتها على جبران، تقلتها كثير. ولو شو هيدا؟ طب برايك انت كيف شايفه وضع ميشيل المر بالمتن؟ محلول ما بيتحرك. بس ما هو شعاره المتن يتذكر لا يتنكر. ليال هيدا الشعار ذكرني بعيد البربارة، ما بيتنكر. ما بيتنكر. طيب أمل، أنت شو بتقولي لكل مرة بتترشح على لايحة رجال حتى تكون زينة للايحة؟ يا أما مرة مسترجلة، يا أما هبلة وهيشي. طب شو رأيك بالمرشحة جيسيكا عزار؟ قالوا الجمالات كتار بس خفاف الدم قلال يا حبيبي. اوه براشتها براشتها لجيسيكا. ما في امل بتبرش على طول. طيب امل، شو بتقولي للمرشح الوزير نهاد المشنوق اللي شبه بعض الشيعة بالاوباش؟ نو مش لهالدرجة، انت عم تقولي عملتهم بالمرة. انا عم بسألك عنه هو. بالمرة. أمل أمل، شو رأيك بالكتائب اللي عاملين إنه هن يابا نبض الناس وهن كفوا ننظيفوا ضد الفساد بالسلطة؟ شو رأيك فيهم؟ أنا ما بحب الأولاد. إيه ما هي. طيب للشيخ سامي أمل شو بتقولي له؟ كتير مجلوق هالأيامات كتير وحليان، شو وضعك؟ تعال عندي يلا خلصنا. يلا يا دارلينج، يلا حبيبي، يلا يلا بدنا نخلص يا مون شيغي. ملاحظة إنها ما استحلت إلا سامي الجميل. إيه دخلك غريب جام، ليه قولك؟ بتكون مفكرته رح ينبض فيها. طيب أمال، شو رأيك بالمرشح حاجي البرت زوين؟ شعره اللي عامليته مثل شعر الغوارني مش حلو. الدكتور جعجع عم يدعي بقوة الناس انه نصوته قوات، كأنه واثق انه رح يفوز بكتلة كتير كتير كبيرة. شو بتقولي له؟ لك عشاويين عشاويين هالقد يعني انت. عصبت امل عصبت. ايه عصبت، طلع الغضب. ايه طلع النبض، طلع الضغط. طيب بخصوص الخرزة الزرقاء تبع تيار المستقبل. امل، انت ليش بتحبي تيار المستقبل؟ قولي لي. ماني انسانة طبيعية. طيب يعني رح تروحي وتنتخبي للتيار المستقبل؟ اذا ما في مصاري ما بطلع. مصاري. امل، فؤاد مخزومي عم بينبت تنبيت للعالم، شو قولك قصته؟ هيدا لازم تقعد معه تقول له عيشة. طيب امل، انت شفتي الشيخ فريد هيكل الخازن كيف طلع بالشورت مع الزميله سمر بو خليل؟ شو بتقولي له؟ شو هالجسد يا اسد. ايه بس انا ما بحبه، ما بيعجبني، مش مشهور هيك بلا طعم.
طيب أمل، نحن رح نرجع لك بمقابلة قريبة، بس قبل ما نقول لك الكلمة الأخيرة، بليز أعطيني رأيك بزياد الحواط، شو؟ ما بيعرف يحكي. قالوا له قديش عمر الابنة؟ قامت ضاعه وضاعه ضاعه بالمرة، قامت مرته لا، قامت الحكي قال له ابنك الثاني، قالت له لا، قال له ابنك الثالث، معقولة؟ مش عارف أمتين خلفت ولادك.